في فحص طبي رمضان صبحي بكره ان شاء الله عشان يحدد البرنامج التاهيلي اللي هيخضع له لعلاجه من الاصابه اللي لحقت بيه واللي غاب عنها النهارده واللي غيابه قد يستمر من 4 إلى 6 أسابيع. في بيان بقى في حالات الاصابه لانه بقت اصابات مؤثره، انت بتتكلم في رمضان صبحي تمزق في العضله الخلفيه يحتاج 6 أسابيع. حمدي فتحي قطع في الغضروف من شهر اكتوبر فتره علاجه 5 شهور. محمد محمود قطع في الرباط الصليبي من شهر 9 فتره العلاج 9 شهور، الموسم صعب بالنسبه له. ياسر ابراهيم كان عنده اصابه في العضله الضامه فتره العلاج 2 أسبوع ورجع يتمرن وبدا التاهيل. احمد فتحي اللي غاب النهارده عنده الام في الركبه بسبب كدمه في مباراه الحدود، هيشارك في المران ابتداء من بكره تدريجيا ان شاء الله. عمرو السولية غاب بنزلة برد لكن بكرة هيدخل التمرين استعدادا لمباراة الاثنين إن شاء الله. مفيش راحة، دخل الفريق على طول في أجواء الاستعداد لسيد البلد يا باشمهندس. وهو ده بقى أهمية إن يكون عندك لعيبة متقاربة المستوى. بس مؤكد مهما كان عندك لعيبة متقاربة المستوى إن في حد ممكن من الناحية الفردية يعوض حد. لكن مؤكد على الناحية الخططية لا، مش اللي خد واندمج وانسجم والناس بدأت تعرف أداء بعض، التغيير أيضا بيكون مؤثر، إن التناغم ده مش هيبقى موجود في كل الماتشات. فاللي كانوا بيدوروا إن لما يغيب 5 لعيبة مثلا عن الفرقة النهاردة مطالبين نأدي بنفس الشكل التقليدي، انت النهارده كل ارقام المباراه في صالح النادي الاهلي. ايوه. اذا الفوز بجداره وده هو اللي يهمنا. ايوه. هو ده التقييم. ايوه. فانا يعني الشباب اللي له وجهه نظر لازم احترمها، لكن من فضلكم يعني مؤكد انتوا بتتعاملوا مع ناس اولا مركزه قوي قوي، جهاز فني مركز جدا، جهاز اداري مركز جدا، لعيبه مركزه جدا، ومش عايزه غير الدعم. كتر الانتقاد، انت لما تقعد يا استاذ ابراهيم تديني 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 مستني مني كلمه شكرا او ابتسامه، لكن لو لقيت على طول بتعاملني بنقد شيء ما يعني مش كويس ومحبط وملوش لازمه. 7 ماتشات ب21 بونت، مطلوب ايه تاني؟ يعني ب19 هدف كويس، بهدف واحد داخل فيك، هنقعد نتكلم على الدفاع ونتكلم على الهجوم؟